أصدقائي، اليوم سنحكي قصة الراهبة The Nun. فاشتركوا بالقناة، وضعوا لايك وفعلوا الجرس لنبدأ. في كنيسة قديمة في رومانيا كانت تقف راهبتان أمام باب، ولم يكن لديهما أي خيار سوى المرور عبر هذا الباب الذي يؤدي لدير كارتا. قالت إحدى الراهبات: علينا أن نضحي بأنفسنا اليوم، وإلا فلن ينجو أحد. بعد وقفة وجيزة كلاهما فتح الباب ودخل، لكن لم يعرف أن الراهبة فلك كانت تنتظرهما بالداخل. هاجمت أحدهما على الفور وقتلتها، وقبل أن تموت الراهبة سلمت للراهبة الثانية المفتاح، والراهبة الأخرى أخذت المفتاح، ولكن قبل أن تتمكن من فعل أي شيء هاجمتها فلك بطريقة ما. لم تتمكن الراهبة من الهروب من هناك، وقبل أن تتمكن فلك من إمساكها شنقت نفسها. بعدما علم القس الروماني بوفاة الراهبتين قرر التحقيق في الأمر، وأخذ الراهبة آيرين وهي راهبة مبتدئة وكان لها قدرة خاصة تمتلك رؤية لمساعدة يمكنها من توقع أي حدث غير متوقع. كانت تستطيع أحيانا رؤية الأرواح، ولهذا السبب اختارها الكاهن لمرافقته. وبدأت الأخت في التحقيق في دير كارتا بأكمله. وبمجرد دخولهما للدير شعروا بعدم الارتياح، وفجأة في الغرف القديمة رأوا إسقاطات للعديد من الكيانات أو أرواح للراهبات يرتدون عباءات بيضاء يتنقلون من مكان لآخر. تقدموا قليلا ووجدوا أن الأشياء بدأت تتحرك من تلقاء نفسها، ورؤية كل هذا فعلموا أن هناك روح شريرة تسكن المكان. ثم وجد الكاهن جثة الراهبة معلقة في إحدى الزوايا، وهي الراهبة التي قتلت نفسها، وقد كانت رقبتها مكسورة ونصف وجهها متحلل. وفجأة الراهبة فتحت عينيها وهاجمت القس وحبسته في تابوت. بينما اصطدمت الراهبة آيرين براهبة كانت تعيش في الدير، فأعلمتها أن هناك في القرون الوسطى كان هناك طقوس لاستدعاء أرواح وأوقفت بسبب تدخل الكنيسة الكاثوليكية، لكن بسبب فترة الحروب عادت هذه الطقوس واستدعت كائن اسمه فالاك، وهذا فالاك يقتل كل من يعبد الله. والأخت آيرين سألتها كيف يمكن للمرء أن يهزم فالاك. إذا أحببتم هذه القصة اشتركوا بالقناة وترقبوا الجزء الثاني الأحد المقبل، ومع السلامة.